فخامة السلطان الباشا الوزير الأول بده من وقتكم فخامتك. ماشي خليه يتفضل. سلطاننا الأعظم، بدي أشكرك على كرمك وسخائك، وإذا ما فيها سألي بدي أطلب منك طلب صغير حنون وعطوف كما عودتنا فخامة السلطان. طلبي هل قد ما في مثل فخامة السلطان. طلبي و صغير كتير فخامة السلطان، إذا تتكلم علينا بعد إذنك. فخامة السلطان، هاد مو هو الوزير الخائن. بعرف بس يخرب بيته شو كان سئيل. جد سئيل. سيدي الوزراء كلن بدهن يشوفوك، خليهم تفضلوا. ماشي. سائل، تفضلوا. سيد السلطان، يا مفتاح، مفتاح ناديل التنظيف، خليهم يجوا ينظفوا الغرفة هلا فورا. سيدي ليه قتلتن كلن؟ ما حد منن خاين. معلش يا حبيبي تحمست شوي، بعدين خليهم يتعلموا. شو فيها؟ ما فيها شيء. مفتاح حضرت لي حفلة الرقص مع الجواري؟ شلون بدي احضر؟ ما في وقت، لسه لازم اطبخ، لسه بدي اعلق طريات، ولسه بدي اقص زهارات. شلون احضر؟ لا تلي يا مني. اغا مفتاح، السلطان الاعظم عايزك. ليك ناديلي الجواري كلهم لأنه في عندي ضيف كتير مهم جاي اليوم، وناديلي المطرب ما غيره، وانت اغليها. لا لا استنى، لا تغليها، خليك هون بس ناديلي اياه. ولا هم جواربك. الجارية الهندية تندوري مسالة. ما
صلى عليك. الجارية الروسية سفتلانا هنغوفرينا. الجارية المكسيكية مارغريتا شاتابتيناس. عطشنا. والجارية التركية جميلة زي ما شفتم. صبايا الليلة جاي لعندي ضيف كتير مهم، الملياردير صالح. كلكم تعرفوا صاحب أكبر شركة مياه بالعالم، ماء صالح للشرب. بدي حفلة ما صار مثل بنوب، بدي أشوف رأس بجنة، بدي أشوف ابتسامة على الوجه، بدي إياكم ترقصوا مثل كأنه هذا آخر يوم بحياتكم، لأنه اللي بتعجبه صالح وبرمي عليها المنديل رح يكون حظها أحلى حظ. مفهوم حبيباتي؟ يلا انصراف. السم الوحيد اللي بقتل السلطان الظالم، السم الهاري، هاري بوتر. كتير بحب هذا الفيلم، بس بيقولوا الكتاب كتير أحلى، مو مثل جوراسيك بارك. ذاك الفيلم كتير أحلى. لازم لاقيه قبل ما أي حد لاقيه. بس لك وينه؟ وينه؟ لك شو عم تعمل له؟ حياتك بين إيدي. أنا بحبتك يا باشا. سكر لي هالبوز، مش حرام عليك تسرق يا حرامي؟ عشو تفتش؟ قل لي قبل ما أقطع لك حنجرتك يا واطي. أنا فتش، عم دور على السم. سم؟ مش حرام عليك تسرق؟ حرام بالدين يا واطي. طوب لله، طوب بس وبوس الطوب كمان. في كمان واوا هون، بوسو بوسو بس يا. مش حرام بالدين؟ انت لساتك شاب بربيع عمرك، بس انا حسامحك، بس انت توب لربك، روح روح وما ترجع وتوب. تعال ولا عم يا باشا. السم اللي بتفتش عليه لهيكو. بس انا تبت يا باشا. بدي اياك تروح على المطبخ بالقصر بحطها بكاس لونها اخضر وافركا، سمعتني؟ بس يا باشا انا تبت. تعمل اللي بقول لك عليه وافركا. بس يا بت يا بت. روح بس توكل، روح. انا بدي السلطان يعفن بأرضه. Hmm.
سلطاننا الأعظم! ضيف حضرتكم وصل! ماشي! أهلا وسهلا فيك يا صالح. مولاي، عمرك كان بدك شاي بس ما بدك تستنى الخدم يعملوه بهالقصر الكبير ليوصلك، وانت بس بإصبعتك السلطانية بحركة واحدة بتنزل مي سخنة بالشاي. أنهار من المياه الساخنة والمياه الباردة في نفس الوقت. ليش أستنى الشاي وأعصب واهدر صحتي؟ وإذا خلصت المياه لا تقلق بهاتف آتي أبدل القوارير الساخنة والباردة الفارغة بالمليانات. شيء عظيم يا صالح. مولاي، بس هاي مو الهدية الوحيدة لمولاي. جيب لي الشمندر. شمندر؟ لا تأخذني. بس في عنا كتير شمندر. بس هدول مش أي شمندر مولاي، هدول قنابل الشمندر. قنابل الشمندر؟ جرب سوق وحدة مولاي وارميها. ارميها ارميها. أهلا وسهلا فيك يا صالح، أنت بتشرفنا وحضر لي حالك لأحلى حفلة بالتاريخ. شرف إلي، شرف إلي مولاي. جورجينا الوصيفة، جورجينا وصيفتي. كتير خايفة جورجينا. خايفة ينقيني صالح إلو لأنه السلطان وعدني، قال لي إنه أنت الوحيدة. اللي بحبها. بين كل الجواري. بحبك انتي. جميلة. ما بدي صالح ينقيني ابدا. يلا يلا يا بنات تعالوا فوتوا جوا. جميلة حنتدرب لليلة عندك، بدي اياكم تبدعوا اليوم. ما حارقص من قلبي، ما حارقص بنوب. يا بنت السلطان حني على الغلبان، والمية في ديكي ومحسوبك عطشان. يا بنت السلطان حني على الغلبان، والمية في ديكي ومحسوبك عطشان. إن شاء الله تكون مبسوط يا صالح. فخامتك، كل شي عندك،
بكون انا مبسوط، اكيد بكون مبسوط. يا مهرة صهوة ما غيرك اشكيلك عن حلوة. يا صالح مور، بدي اتشكرك على الهدايا الكريمة اللي قدمت لنا اياها. مش من مقام فخامتك. قول وشكور. بتشكر فخامتك. وبالمقابل يا صالح حابب اقدم لك هدية. اي شي منك عقلبي احلى من السكر. شايف هالصبايا؟ ما شاء الله عليهم. نقي واستحلي. بتشكر فخامتك. سوك بتسكر فخامتك. لا 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 لا، هاي مش لوشك، هاي ترميها على اللي بتعجبك وبتصير لإلك. فخامتك هذا كرم كبير. ارمي بمنديلك. ما بعرف شو صار، كبر كثير، فخامتك ما عم فوت عالي الموضوع، بدك تستولي على املاكي كلها. آسف فخامتك، آسف. بدي اقول لك شغلة واحدة بس. قوم بابا قوم، قوم بابا قوم، قوم بابا قوم، قوم بابا قوم، آسف، قوم بابا قوم، 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 قوم بابا قوم. قوم بابا قوم. ايه قوم بابا قوم. بابا يا بابا قوم. قد المغرب. اه حبيبي. قوم. قد قد؟ اه فطور جاهز. طيب. ثاني جاهز. اللي قبل ما اقطع لك زنحرتك بربيع عمرك انا هسامحك، بس ايش تبت ولا ما تبت؟ بدي اياك تروح على المطبخ، اوكي؟ فخامتك السلطان الوزير الباشل هو، ولسه لازم اعلق. ولسه بدي اعلق الطيارات. قوم بابا قوم، 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 قوم بابا قوم. المايك على راسي. بس بيا خبابا بس، بس بس بيا خبابا بس، بس بس بيا خبابا بس.